أنا شادة بن بيا من ليبيا، عايشة في قطر. عندي ماستر هندسة ميكانيكية مع فوكس على الماشين ليرنينج وارتفيشال انتليجنس. احنا عندنا في العيلة عندنا مشكلة ضغط الدم. ضغط الدم سبيشالي الهايبرتنشن بيسموه السايلنت كيلر، لأنه ممكن يتعلل مراحل عالية خطيرة من غير ظهور أي عوارض على المريض. عندي الوالدة مثلا عندها ضغط الدم مرتفع وبصفة مستمرة محتاجة إن هي تراقبه. ففكرت إن this should be another way. لما بنقيس مثلا نبضات القلب بنقيسها عن طريق الإيد وبنحس حركة الأرتري. فالفكرة جتني إن why don't measure this motion and transfer it to blood pressure reading. اختراعي هو عبارة عن wrist band في سنسور بيقيس الموشن اللي بيتحرك فيها الشريان وبيحولها عن طريق استخدام algorithms ذكية لقياس ضغط الدم. سر الاختراع كله بهالسنسور يلي بده يقدر ياخذ من نبض بقلب الشريان، بده ياخذ شو؟ رادار سيجنال. يس. هيدا السنسور موجود؟ موجود، يس، هو ذا نيو تكنولوجي. وهل انت عندك معلومات about how accurate your device is؟ I did my research, I did like complete systematic review على كل حتى الـ possible sensors I use. اوكي، طمنتيني بأول خطوة. بدنا reliable medical measurements. بما انك قال reliable measurements وانت قلتي انه في أجهزة طبية معتمدة، شو اللي يخلي هذا الجهاز اوكي يعني مور ريلايبل؟ الطريقه التراديشنال لقياس ضغط الدم هي الانفليتبل كاف، بتركب على الايد اليسار. لما الشخص يكون عنده هايبرتنشر ومحتاج يراقب الضغط بصفه مستمره كل نص ساعه ولا كل ربع ساعه، اتس فيري انكونفينينت. عندي بيرسونال اكسبيرينس فروم ذات. معناتها يور جول ان تو compare it to some sort of gold standard. We have to compare it to the gold standard اللي هو bulky وهيدي البامب مع البالون. والaccuracy طبعا لازم compare. حلو إذا كان فعلا your method is non-invasive حق ال ICU patients بدل ما نحط لهم ال A-line داخل الشريان وهو invasive، فبيكون شيء حلو شيء جميل. طيب في جهاز بالضبط مشابه لجهازك، هذا هو الجهاز وهاي هو الكليم مالهم، انه بيكون شيء جميل وافضل من الاي لاين. نون انفيزيف ورادار بيس. يا اتس ا نيو ديفايس اند ذيرز اولسو حتى هم في الديفلوبمنت. لسه ما نزلوا على السوق الجهاز. بس انت بدك تسبقيهم هون بنجوم العلوم. اكزاكتلي بس هم ذاكرين. في خبره هون بدها تساعدها تو اكسلريت. بس هم ذاكرين انه ذي يوزينج لايك ستاتستيكال ميثودز، اوكي؟ ذي ار نوت يوزينج ديب ليرنينج ميثودز. سو بدك تستعملي ماشين ليرنينج؟ Yes. عاملي هيدي الخطة؟ Yes, عاملي we have the plan. حتى البلان هي to adding the features. طيب هلا هذا اللي عم تشرحيه كثير حلو. للمرحلة الثانية اللي اسمها المجلس العلمي، أنا برحب فيكي بملف مكتمل. Non-invasive method حق accurate blood pressure measurements. Yes. حابة أشوف هالمونتاج. فبدي بالدوحة بنشوفها بالمجلس يعني؟ بنشوفها بالمجلس. يلا مبروك. شكرا شكرا. يعني هو نوع من السباق، هي شي ديتا ميتا اناليسيس ويتش از اميزنج. بنجوم العلوم ناس اول شيء كان فكر انه هذا برنامج تلفزيوني ونقطه. لا، صار اكسلريتر واكاديمي كمان. بعد 13 سنه انا بارم كثير على اكسلريترز بكل العالم. هون تسريع النماذج ما بيناموا ليل نهار.